السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نشوفوا إحصاءات نتاع الفيديو الترويجي على تيك توك بيتا، نشوفوا شحال جبنا من مشاهدات، نشوفوا شحال جبنا من المتابعين باش نقدروا نديروا الترويج. أولا نضغط على ثلاث شرطات خاوتي، ومن بعد نضغط على تيك توك ستوديو بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد نضغط على الترويج. شوفوا فيديوهات اللي درناهم الترويج وش حجبونا من مشاهدات وش حجبونا من متابعين. نضغط على لوحة التحكم، هذا هو هي مسدت عليه الترويج، جاب لي مشاهدات الفيديو، جاب لي 14000 مشاهدة، وجاب لي المتابعين جدد، جاب لي 1018 متابعين جدد كما هذا، كذلك جاب لي مشاهدات 24000 ومتابعين جدد جاب لي 1019 مشاهدة، عفوا متابعين جدد. كذلك هذا جاب لي مشاهدة فيديو جاب لي 19000 مشاهدة، وجاب لي متابعين جدد جاب لي 1773. كذلك هذا جاب لي تقريبا مشاهدات 18000 متابعين جدد 1000. نزيدو احصاءات، نكليك على هذا الفيديو هذه الطريقه باش نعرفوا اسكو نديرو ترويج ولا والو، باش درهم ما يطرحش في باطل، باش نجيبو الشروط نتاع تيك توك بيتا. ما راه عندي كونيكسيون شويه ضعيفه، راني نخدم ب4G تاع موبيليز. هي يعطيك هنا كل شيء بالتفاصيل، هنا يقول لك تكاليف اعلانات وقت مستغرق، تكاليف هي 2.79 يورو، الوقت المشاهد سوايا 16000 ساعة، متابعين جدد جاب لي 1177 متابعين جدد. وكذلك هنا يعطيك بعض الاحصاءات بهذه الطريقة خاوتي. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلك جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.